بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، مرحبا بكل المشاهدين على امتداد بث فضائية السودان 24 الآن، مرحبا بكل متابعي برنامج كورتنا، البرنامج الذي يعني بالشأن المحلي والعربي والعالمي. بعد عودتنا من إجازة العيد وبرامج العيد، عودة لهذا البرنامج اليومي عبر استديوهاتنا في مدينة الرياض. بداية دعوني أو خلوني أرحب بالناس الضيوف اللي معي في الاستوديو، المحلل الرياضي والمدرب مصعب بارودي، مرحب بك. مرحب بك أستاذ مصعب، ومرحب بمشاهدين سودانية 24، وإن شاء الله نكون خفيفين عليكم بإذن الله. الترحيب يمتد أيضا الكوتش الدكتور صاحب الألقاب الكثيرة هيثم عربي، مرحبا بك ضيفا عزيزا في حلقة اليوم. مرحب بك أستاذ مصعب وعطل التحايا، ومرحب بك زميلي الكوتش مصعب، وتشرف بالقناة وجماهير القناة إن شاء الله. بإذن الله. بالتأكيد الترحيب الأكبر للجمهور الذي يتابع برنامج كورتنا من خلف الشاشات. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا مرة ثانية، وكالعادة نحن دائما بنبدأ برنامجنا بمقتطفات وأخبار تطرأ أو تسجل خلال اليوم، اليوم اللي احنا بنسجل فيه الحلقة. بداية مؤتمر باريس، نحن دائما نبدأ بالبشريات، عندما نقول مؤتمر باريس فالذاكرة أو في المخيلة تعود مباشرة إلى هناك شمعة أوقدت في نهاية الطريق، شمعة تبشر بالخير بالتفاؤل، حاجة بتخلي إنه الواحد يعني يطلع لسنة الغد الجميل لعودتنا إلى حضن المجتمع الدولي، لعودة السودان كدولة محترمة. عندما كنا نتصدر المشهد في يوم من الأيام في خارجياتنا، في تمثيلنا الدبلوماسي، في تواجدنا الدولي كأمة محترمة وكشعب رائد وشعب قائد في القارة الأفريقية، يعني تنسمنا هذه العبير الجميلة وهذه الأشياء في مؤتمر باريس الذي عقد في العاصمة الفرنسية بباريس بحضور كل من رئيس مجلس السادة ورئيس دولة الوزراء دكتور عبد الله حمدوك والوفد السوداني الكبير الرفيع الذي كان متواجدا في هذا المحفل. أستاذ هيثم، السعودية نحن دائما يعني اللي يقول لك اللي بيرموا تكالوا على السعودية أو اللي بيستدعى على السعودية ما بتخزل. السعودية قادت المبادرة، مثل ولي العهد وزير الخارجية السعودي في مؤتمر باريس، هم كانوا أصحاب السبق، قدموا تجسيرا للتمويل للديون بتاع السودان، والبشريات تأتي من دول فرنسا أعفت ديونها، النرويج، فكثير من البشريات في مؤتمر باريس. نعم، ماذا تقول هيثم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة زي ما يعني تفضلت أستاذ مصعب، إنه نتمنى أنها تكون يعني هي الشمعة التي ستضيء وليست التي حتكون في النهاية، لا، هي التي منها حتكون بداية الإضاءة للإشراقات الاقتصادية للبلد. التجمع اللي تكون في فرنسا هو تجمع كان كبير لدول، معظم دول قوية جدا في من الناحية الاقتصادية، من ناحية الرؤيات الاقتصادية والبنيات الاقتصادية للبلاد. المحور الأول كان يختص بالسودان وكيفية إعفاء السودان وكيفية إخراج السودان بعد ذلك من الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي واجهت البلد. حقيقة مشاركة المملكة كانت مشاركة عالية جدا، كما تفضلت بكلمة ولي العهد السعودي وبمشاركة وزير الخارجية السعودي، وفعلا كان برضو عندهم مبادرة فعالة وهو بداية وضع المبلغ في موضوع تجسير الديون. فأنا أتمنى إنه إحنا تكون دي انطلاقة حقيقية للاستفادة من التطورات التي وصلت إليها الدول زي السعودية، في إنه يكون في شراكات ذكية مع بلدنا السودان. بلد السودان عندنا خيرات كثيرة، عندنا أرضيات كثيرة، بس محتاجة لشحذ همم لإنها يعني تبدأ تنهض وتعود للريادة وللقيادة في ظل وجود يعني شراكات مع دول قوية زي السعودية. فإن شاء الله في مشاريع السعودية احنا عارفينها في السودان أكثر من مشروع متطور جدا جدا، أكيد هيثم، فنتمنى يعني إن شاء الله النمو للسودان في ظل هذه الشراكات. يعني جميل. طبعا هيثم، للمعلومية أنه المؤتمر اللي كان خاص بالسودان مثل ولي العهد والمملكة العربية السعودية وزير خارجيتها الأمير فرحان، ولكن بالأمس دعم القارة الأفريقية عبر منظمة الدول العشرين ألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كلمة ضافية. دائما كلمات الأمير محمد بن سلمان بتكون كلمات مركزة بالأرقام دون تجمل أو دون يعني إنه يلجأ للأسلوب الإنشائي، كلمات كانت محكمة قوية، قدم فيها أرقام للقارة الأفريقية.
مصعب، نحن بالتأكيد بنستند على إرث أو بنستند على علاقة متينة مع هذه الدولة، بنستند على تميز الشعب السوداني، والسعودية دائما معنا في الخط. مؤتمر باريس بارقة أمل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، دائما الحكومة السعودية دائما سباقة ودائما تدعم الدول الأفريقية الدول العربية والأفريقية. أتوقع أنه السودان هيتطور اقتصاديا حتى سياسيا في ظل وجود في فرص استثمارية كثيرة. لأنه في فرص استثمارية كثيرة. دائما زي ما أنت قلت المتكي على السعودية دائما هو كسبان. كسبان ما بيتخزل بالتأكيد. نعم، أيضا من الأخبار نرجع لأخبارنا الرياضية. الفيفا يمنع الهلال السوداني من التسجيلات بعدم سداد مستحقات المحترف الجزائري بالعويدات، وطبعا الإيقاف ده مربوط بسداد المبلغ. متى ما الهلال سدد المستحقات فسيتم إلغاء منع الهلال من التسجيل. ثم تفاجأنا أنه المريخ أيضا اليوم صدر عليه إيقاف بسبب قضية أحد المحترفين، أنه سيتم حرمانه من التسجيل إلى سداد مبلغ بسيط جدا جدا 8000 دولار. يعني تخيل 8000 دولار يحطها في محتة أنك ما تقدر تسجل لاعبين. نرجع الأخبار المحلية والأخبار العالمية. بالأمس فاز تشيلسي على ليستر سيتي في الدور في الإنجليزي دوريا، لأنه قبل كم يومين تشيلسي فاز او ليستر سيتي فاز على تشيلسي واخذ كاس الاتحاد الانجليزي. الان تجرى احداث مباراتين الشباب والعين والباطن والاتفاق، وحسب اخر المتابعات انه الشباب كان متقدم بهدفين في الشوط الاول، والعين والاتفاق الباطن والاتفاق المباراه كانت تشهد تقدم الباطن بهدف. ايضا من الاخبار المهمه عوده كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي بعد جلوسه مع ديشامب، ورحبوا به أعضاء ولاعبي المنتخب الفرنسي عبر تغريدات في المنصة الأشهر تويتر. طيب نحن دي الأخبار اللي عندنا، لكن مباشرة من هذه الأخبار ننتقل للملف الأول في حلقة اليوم، البناء التحتية أو البنية التحتية الرياضية وكيف تسهم في رياضة كرة القدم. كابتن هيثم، أنت رجل متابع وتهتم بالملفات العملية، عندما نقول البنية التحتية في السودان غياب تام، أين نقف نحن أو السودان وين يعني إحنا البنى التحتية بالنسبة لنا أين يعني إحنا بالضبط إحنا ضايعين جدا في الملف ذا هيثم. نعم. طيب البنية التحتية لو بس دينا تعريف بسيط وتعريف أي حد ممكن يعني يفهمه، اللي هو أساس أو قاعدة إنك تبني بناء قوي تنسند عليه وما ينهار، دي هي البنية التحتية. طيب لما نتكلم على البنية التحتية في السودان هي عبارة عن يعني الـ الأدوات التي حتعين كرة القدم إنها تتقدم وإنها تصل للوضع الاحترافي عالميا. طيب البنية التحتية في السودان أنت قلت يا أستاذ مصعب إنها يعني موقفها شوية مزعج وممكن نقول مخجل، على حسب إنه السودان دولة كالعادة بنقول إنها كانت رائد في مجال كرة القدم في السودان. الأسباب شنو؟ الأسباب إنه احنا في البنية التحتية السودانية بنغفل تماما تمام ان احنا نتعامل بالحاجة دي بمنظور او مفهوم عالمي. كيف يعني؟ انت بتجي تعمل استادات مثلا ملاعب، بتنشئ اندية بدون اي ريفرنس او مرجعية عالمية. احنا في قصة البنية التحتية دي في مرتكزات لازم الواحد يعني يركز معاها ويعمل معها زي ما قولوا دراسة مقارنة عالمية احترافية، ما بتعمل الحاجة عشوائية. الحياة اللي بتدخل ضمن حياة البنية التحتية دي أو اللي بتأثر فيها، أول حاجة هي اللاعبين تمام؟ نعم. تاني حاجة عندنا حاجة اسمها الإعلام، الإعلام الرياضي. تالت حاجة عندنا حاجة اسمها الجماهير والأندية تمام. المفهوم العام ده تحته في حاجات. لما نيجي نتكلم مثلا على الأندية بتحتاج لشنو؟ إنها تكون أندية مشاركة في البنية التحتية لكرة القدم. أول حاجة بيحتاج إنه النادي ده يكون أصلا مؤسس بالمناسبة بطريقة قانونية. شوف إحنا بنتكلم في تفاصيل قد تكون بعيدة شوية عن ذهن الناس الرياضيين. نعم. العاديين. أنا شخصيا يا هيثم لما تتكلم عن البنية التحتية وترجع لملفات صغيرة أو تفاصيل صغيرة بالتأكيد هي بعيدة عن معظم الرياضيين. تمام. ما بفكر بنفس التفكير. نعم. تماما، لأنه الحياة دي الحياة اللي بتديك الاستقرار الرياضي. نعم. إحنا بنتكلم عن استقرار رياضي
مستقبلي. يعني مثلا انت لو عندك نادي ما مسجل قانونيا يعني ما عندك ترخيص، الترخيص الستاندرد نعم بالضبط، ويكون مسجل قانونيا ده بالمناسبة مخالفة كبيرة جدا، دي من الحالات اللي في السودان موجودة عشوائية ما طبيعية. يعني الأرض اللي انت أقمت عليها ملعبك ده لازم تكون مسجلة. طيب الملعب بحد ذاته، هل احنا بنرجع للفيفا ونشوف الملاعب دي طريقة بنيانة وطريقة تأهيلة وطريقة ترتيبة متوافق مع الطريق العالمية؟ ليه؟ ندي مثال بسيط، احنا الكراسي اللي بنخدها في مدرجاتنا في السودان بالمناسبة ما تعتبر يعني كراسي مخطوطة بطريقة احترافية عالمية، دي بنية تحتية بالمناسبة. نعم يعني أنا ما مشيت لحتة الملاعب والأرضيات لسه، لا أنا ماشي لحتة كده ما حتجي تخطر على بال الناس كيف؟ بالمناسبة إحنا دخلنا عصر بتاع حوكمة وعولمة وعصر إلكتروني، الكراسي دي بتتخطى بطريقة بتاعت حجوزات بتمنع التدافع، بتمنع العشوائية في الجلوس، بتدي مقدرة لحتى القوات الأمنية وبتدي مقدرة للإداريين وأصحاب النادي لاحتواء الموقف في الملعب. دي إحنا ما عندنا، إحنا لو جينا نظرنا لكورة في السودان حتلقاها الدخول لها بطريقة غريبة جدا جدا، صفوف وازدحامات. ليه؟ لأنه تأسيس الملعب ذاته تأسيس فيه خطأ، خطأ كبير يعني ما فيه مرجعية صحيحة لأنك أنت تأسس الحاجة دي. خشينا جوا الملعب مثلا تمام، نربط الحاجة دي بالحتة الإعلامية أستاذ مصعب. نعم كيف فقط. كيف بتلقى أنه جوا الملعب الحتة المخصصة للإعلام الرياضي ما صحيحة، طريقة وضع الكاميرات ما صحيحة، طريقة وضع الشاشات المطلوبة في الملاعب برضو ما صحيحة، بتلقى المركز الإعلامي جوا ما عندنا استعداد أصلا فيها مراكز إعلامية إلا يمكن الهلال والمريخ، وأنا كنت يعني واحد من الشهود على المراكز الإعلامية في بطولة الكان كانت قبل سنين في السودان، حاجة صدقوني عشوائية جدا جدا. طيب مصعب ماذا تضيف في هذا الملف؟ بالتأكيد امتداد لكلام كابتن هيثم. والله يا أخي زي ما قلت، زي ما قال كابتن هيثم، نحن عندنا عشوائية في كل حاجة، يعني حتى في 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 الملاعب نفسها. الملعب دائما الملاعب عندنا ملاعب شرق وغرب، عندنا ملاعب جنوب وشمال. صحيح. يعني عندنا عشوائية حتى في 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 الملعب نفسه. عندنا مشكلة في زي ما قال كابتن هيثم في المراكز الإعلامية للإعلاميين، ما عندهم أماكن أصلا مخصصة في الملاعب السودانية. بتلقى الإعلاميين لافين تحت في المضمار في مع الجمهور، يعني في عشوائية كبيرة جدا في البنى التحتية في السودان. نحن إلى الآن ما عندنا ملعب بمواصفات عالمية في السودان حكومي. صحيح. ما في، كل الاعتمادات دائما بتكون على ملعب الهلال او ملعب المريخ، ودي كلها ملاعب خاصه بالانديه بتاعتهم. حتى في البنيه التحتيه ما كره قدم بس، نحن بنيه تحتيه في السودان في جميع الانشطه الرياضيه ما في ملعب واحد كان سله ولا طائره ولا كره ولا تنس ملعب قانوني او ممكن يستضيف بطوله خارجيه. يعني احنا في السودان متأخرين جدا في موضوع البنية التحتية، متأخرين جدا. جميل جدا جدا، أنت وصلت لي نقطة. نحن في يوم من الأيام يا هيثم كنا رائد يعني مؤسسين للاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي، ونظمنا أول بطولة أو أعتقد الثانية البطولة الأولى في السودان اللي فزنا بها. كنا عندنا ملاعب مدينة ود مدني العريقة، أنشأت فيها ملاعب كانت مؤهلة تماما، مجموعة مدني ومجموعة الخرطوم، استادات مؤهلة، لكن تدحرجنا إلى الوراء والبنى التحتية تدمرت بفعل فاعل وعدم الاهتمام وغياب المنهجية والدراسة. الحاجات دي يا هيثم هل هي بتسهم في انك مثلا يديك فرصه انك تقيم منافسات كبيره؟ بالتاكيد ما حتقدر تعمل اي منافسات. نعم. بالتاكيد. واحنا حقيقه كلامك صحيح، احنا من بعد الرياضه الجماهيريه ان دهورنا شديد لغايه ما حس دهورنا خالص يعني. نعم. يعني والدليل انه مشاركاتنا اضعف ما يكون على جميع الاصعده، كان منتخب كان انديه، والسبب انه البنيه التحتيه بتدخل فيها تكوينات اللي من المباحث اللي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. البنية التحتية بتدخل فيها بناء الأكاديميات. نعم. بناء المدارس الشباب السنية والمراحل السنية. يعني أنت محتاج كبنية تحتية، يعني أنا أديك مثال مثلا زي دولة قطر دي.
حس احنا في 2022 هننظم كاس العالم صحيح؟ نعم. ليه؟ لانه قطر قبل سنين فكرت انه انا داير اعمل كاس العالم في وقت معين، اشتغلت على البنيه التحتيه. قطر عندها 7 ملاعب خرافيه بمعنى الكلمه. طيب انا معاك يا هيثم في الحته دي، بس انا دا ارجع لحته مهمه. نحن السؤال اللي بيطرح نفسه بشكل كبير، كيف يمكن للبنى التحتيه ان تطور كره القدم؟ قبل السؤال ده لازم احنا نرجع بقادتنا الرياضيين انه يضعوا خطه بالمشاركه مع الجهات العالميه في ماهيه البنيه التحتيه. يعني ما يشتغلوا من راتهم ساعات. اللي بيحصل ده البنية التحتية دي مع الصبر عليها انت هتلقى نفسك من المنافسين قاريا عربيا وعالميا. لانه قطر بدأت تنافس، المغرب بدأت تنافس، المغرب برضو مشوا في سلسلة، حتى شفنا الكاميرون في التنظيم الأخير. بالضبط بالضبط. يعني الناس كلها بدأت تنافس، الناس دي رجعت للحتت بتاعت القرار في الحاجات زي دي، زي الفيفا مثلا ما بيعملوا البنية التحتية ساعات. انت بترجع للفيفا بتاخذ مواصفات ملاعبك بتكون كيف، الملاعب دي بالمناسبة عندها مواصفات محددة. انت ما بتقيم ملعب كده، وحتى الفيفا نفسها عندها بنود بتاع دعم تتوقع الاستاد. ما انت لو بديت هم ما عندهم مشكلة معك، بس انت امشي عليهم وقول انا رغبتي كده، خطتي كده، ابعاده كده، ومبنية عليك انت. يعني معقولة هيثم حتى الخطوة البسيطة دي احنا ما عملناها؟ احنا مع رياضتنا، انا هقول لك السؤال، مش احنا الرياضة بس، السؤال يعني يتكلمنا كثير في الحلقات دي، احنا عندنا خلل اداري لو ما تحلى ما في حاجه هتتحل. احنا محتاجين طفره اداريه فكريه. يعني احنا قبل كده يعني انا كتبت لي حاجه كده يمكن الناس زعلوا مني، احنا دايرين ترانسفورماتيف ليدرز. يعني شنو قاده تغيير؟ احنا دايرينهم قاده جايين بافكار بتغير الكوره دي، دايره ناس تغير. الناس اللي قاعدين ديل انا افتكر عهدهم انتهى، ما ليه شيء، كتر خيرهم اشتغلوا اي حاجه، بس فكرهم بقى ما بيواكب العالم. احنا ما لسه دايرين صراعات وهلال ومريخ، لا احنا دايرين السودان. العالم مشى شديد. نعم. يعني احنا دول اقل مننا شديد، احنا بقينا نخاف نلعب معها. احنا ممكن حسنا نخاف نلعب مع موريتانيا، من رواندا ممكن نخاف نلعب مع رواندا. نعم. واللي هي يمكن تكون اصغر من الخرطوم ذات. فاحنا عايزين فكر تغييري. نعم. ومنهجية تغييرية في إدارة الرياضة عموما. جميل. وإدارة الكرة. طيب سأعود لك مصعب، البنية التحتية بتطور الكرة كيف عندنا؟ البنية التحتية مش بتطور الكرة بس. نعم. ولا بتطور الرياضة عامة، وبتطور البلد يعني من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية العالم يتعرف عليك أصلا. نعم. يعني أنا الليلة لما استضيف بطولة زي أمم أفريقيا أنا أكيد العالم هيتعرف عليه، هيجي مستثمرين. الليلة لو انت ما عندك بنية تحتية ما هيكون عندك مستثمرين، ما هيكون عندك اصلا يعني ما حد يتأهل انك تنظم. ما هيقدر تنافس انك تنظم. نعم. هيأثر على اللاعبين، هيأثر على الأندية. شوف تأثير البنية التحتية كيف بيأثر في اللاعبين، بيأثر. نعم. في الأندية، بيأثر في الإعلام، بيأثر في الجمهور، بيأثر في الـ في الـ في, الـ في الاقتصاد الرياضي نفسه حق الدولة. صحيح. يعني احنا الى الان الأندية دخل الأندية بيعتمد على بيع اللاعبين. صح. بيع اللاعبين والنقل التلفزيوني، والنقل التلفزيوني اللي هو اصلا عايده ضعيف. يعني عايده ضعيف. جميل. يعني عندنا ابسط 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 مثال هسه حاليا الحاصل، تأجيل الدوري في رمضان عشان ما في إضاءة. يعني احنا وصلنا مرحلة بعيدة جدا. الهلال المريخ نفسه يا مصعب بالمناسبة سافر القاهرة لعدم وجود ميادين. صح. ما في ميادين اصلا. نعم. يعني الليلة أنت بتتكلم عن 95% من الأندية في السودان كان دوري ممتاز ولا كان درجات بيتمرنوا في تراب. أنت زي ده يعني بتتوقع منه شنو لما يلعب في بطولة أفريقية ولا يلعب في 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 منافسة في منافسة أندية أفريقية؟ تتوقع منه شنو؟ ولا شيء. ولا حاجة. مصر. طيب يا هيثم، المطلوب من وزارة الرياضة وقيادة العمل الرياضي في السودان شنو عشان نحن نكون عندنا بنية تحتية؟ الدولة كدولة مسؤول شنو، وقيادة الاتحاد، وبالإضافة إنك أدينا لسه عنه كيف حنتطور الكل. والله مطلوب من القادة دي لو هم لسه بالفكرة القديم إنه يزحوا يجوا ناس جداد. نعم. لو هم مواكبين التطور ده مطلوب قرارات تنفيذية وليست قرارات صورية. يعني زي القرار الطلع بتاع البراعم والمواهب، عايزين برضو قرارات لتنظيم العمل الرياضي في السودان. يعني أنا محتاج أبدأ من الصفر، أصدر أول شيء لازم يكون اجتماع، أنا هقول لك اجتماع يضم وزراء غريبين جدا،
المفروض يكون في وزير الإعلام مع وزير الرياضة، وزير الداخلية، وزير البنى التحتية، دي كلهم يقعدوا مع بعض تمام، الاتحاد يتبنى يعني مبادرة يلم الناس دي. إحنا دايرين ننشئ منشآت رياضية حقيقية، لأنه ديل الناس اللي بيتداخلوا في الحاجة دي، الداخلية والإعلام والبنية التحتية والرياضة، وزارة الشؤون الهندسية، أيوة. كل الوزارات ذات الصلة، أيوة ديل بيتداخلوا في الحاجة دي. فالاتحاد يقول مبادرة إنه إحنا دايرين نبدأ عمل حقيقي لتطوير الكرة السودانية. مبادرة الأكاديميات المنشأة تقوم مبادرات فعلية. الملاعب محتاجين ملاعب على مستوى السودان، مش ملاعب بس فقط في الخرطوم، وما ملاعب اللي الملاعب بتاعت المؤقتة دي اللي ما معروفة، في جزء منها نجيلة وجزء منها صناعي. الصناعي ده ما بينفع، ما بينفع الكلام صحيح. يعني أنا معك في الحتة دي هيثم. نحن طبعا في بداية حلقنا ذكرنا إنه إضافة بس بسيطة على كلامه فضل يعني هيثم. نحن بسبب موضوع البنية التحتية إحنا قاعد يضيع مننا مواهب كثيرة بالمناسبة، مش في كرة القدم بس، الناس مركزة على كرة القدم، لا إحنا عندنا ناس عدائين، عندنا ناس بعين سلة، يعني شوف بتشوفهم في أميز الدوريات العالمية، يعني عندنا لعيبة بيلعبوا في الـ NBA في أمريكا، في سلة. نعم. عندنا ناس، عندنا ليلة ولد صغير عمره 9 سنوات وقع لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي نعم. يعني شوف نحن عندنا مواهب بتضيع مننا عشان صح. بسبب إحنا ما عندنا بنية تحتية. صدقت في كلامك، بس زي ما قلت نحن نتفائل. دائما نحن التفاؤل يعني يصنع ما كمان تفاؤل من فراغ. نعم السودان نحن بنعاني اقتصاديا وظروفنا لسه، لكن في بشارات في الطريق، في استثمارات ان شاء الله حننفتح، حندخل في الحضن بتاع المجتمع الدولي، في رؤوس اموال او رؤساء فخريين من المملكه العربيه السعوديه الان في السودان يمثلون البلد. نحن ممكن نوحد الجهود دي كلها ونطلق مبادره هنا، يعني من برنامج كورتنا في قناه السعوديه السودان 24 الان والتي تبث من الرياض، انه لازم يكون عندنا مبادره لانشاء وتطوير البنى التحتيه عبر الدعم العالمي مع الفيفا والرؤساء الشرف السعوديين، بالاضافه الى قياده العمل الرياضي في السودان واتحاد الكره بالسودان. الشغل ده مطلوب، الكلام اللي قاله هيثم كلام مهم جدا جدا، عشان نبني نمشي لقدام ونضع خطوه ونرجع لدورنا الريادي ودورنا القيادي في القاره الافريقيه، عندما كنا يوما ننظم ونقود القاره الافريقيه رياضيا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا. طيب الملف ده طويل وشائك، حنرجع له في ملفها في حلقات ثانيه. سننتقل للمحور الثاني، مباراه الهلال والمريخ، القمه السودانيه هناك في ارض النيلين في ام درمان، الهلال مريخ، مريخ هلال يوم الأحد إن شاء الله في الدور ممتاز. الهلال متقدم في رولة الترتيب والمريخ خلفه في المركز الثاني. هيثم أنت رجل مدرب، كيف ترى هذه المباراة، هذه المواجهة؟ طبعا المواجهة دي تم الإعداد لها من الفريقين، يعني نقول إعداد ممتاز جدا، لأنهم هاربوا من الوضع المزري للملاعب في السودان، رغم أنهم حيرجعوا يلعبوا في السودان، لكن قدموا الاثنين طلعوا لإعداد خارجي في جمهورية مصر العربية في القاهرة. أسبوعين كانوا متخللين لبرنامج مكثف من المدربين في الهلال ريكاردو، في المريخ مستر كلارك. المدربين يعني بيرو، ملخص للإعداد حقهم، مدرب الهلال قال أنا يعني مبدئيا كده حاسس إنه أنا وصلت لمرحلة قادر أقيم وضع فريقي، قادر أخذت له تشكيلة واضحة. حتى كمان هو استدرك بحاجة، قال أنا ما كنت بوريهم مواعيد المباريات، كنت بفاجئهم، لأنه كان عنده فهم تكتيكي في الحالة دي. مدرب الهلال بالتحكيم مدرب كبير بالضبط يعني. كده بالضبط. فهو يعني اشتغل شغل كبير ومتأكد من فريقه. مدرب المريخ برضو اشتغل على لياقة اللاعبين، يعني وقال إنه أنا محصلتين، أنا لو كنت قاعد لسه ما كان حلقة الوضع اللي أنا لقيته لياقيا فنيا تكتيكيا. المباراة الإعدادية قال أنا قصدت أني أنا أتدرج فيها على أساس أنه أقدر أصل لتوليفة معينة أشارك بها في المباراة. مجبلا اللي عايز أقوله أنه الفريقين يعني شحنوا نفسهم واشتغلوا على نفسهم، أتم الجاهزية تماما. جميل, جميل. تماماً. بعيدا عن إصابات، ما في لاعب مصاب، كل الأمور طيبة، كانوا في معسكر خارجي جاهزين لمباراة هلال مريخ في أم درمان. ودائما يا مصاب يقول لك هلال مريخ ما تتوقع النتيجة، لأنه ممكن الفريق الأضعف يفوز بالمباراه. هو دائما في مباريات الديربي ما يعني النتائج دائما بتكون ما متوقعه.
دائما احيانا يكون فريق مستواه ويكون نازل يجي يتغلب على فريق القوي على حسب يعني دائما مباراه الديربي في كل حته في العالم الكلاسيكو والديربي لا تغلب الحسابات. انا اشوف ان الفريقين الهلال والمريخ استعدوا جيدا للمباراه دي, مش للمباراه دي بس, استعدوا لما تبقى من الموسم. تلافوا الخطا اللي عملوه الهلال والمريخ في بدايه الموسم في سوء الاعداد اللي عملوه, كان مدرب الهلال زوران اول مدرب الاول للمريخ. اتوقع انه هنستمتع بالمباراه دي ونتمنى التوفيق للفريقين. طب الهلال من 14 مباراه هيثم عنده 34 نقطه, المريخ من 13 مباراه عنده 31 نقطه, يعني المريخ لو فاز سيتساوى في النقاط مع الهلال. طيب انت تتوقع مين اللي سيكسب النتيجه, او المحترفين اللي في الهلال والمريخ مين اللي ممكن يصنع الفريق ويخلي فريق؟ والله شوف انا في الهلال تقريبا المحترفين ما كان في تسجيلات للهلال. نعم انا ما اعتقد. نعم وهو كان يتخلى عن كذا محترف. نعم لكن محترفين المريخ هم اللي يعني متواجدين. نعم وهم اللي فعلا كان عندهم كعب عالي في اداء المريخ في البطوله الافريقيه الاخيره. زي ما قال كابتن مصعب هي مباراه ديربي, يعني حتى ممكن المحليين في الهلال يعني معنوياتهم بتكون عاليه في المباراه دي زي محليين المريخ, يعني ما حتخضع المباراه لحسابات واضحه انه انت تقدر تميز بيها فريق عن فريق. لكن يمكن الهلال يدخل براحه اكثر كونه انه هو متصدر, بس عينه على انه لو المريخ فاز معناته المريخ ممكن بكره الوادي برضه يتصدر. فحتكون المباراه انا افتكر من جانب الهلال قمة الحذر الدفاعي, التوازن الدفاعي الهجومي مع استغلال أي أخطاء مريخية. المريخ أعتقد هو محتاج أنه يهاجم. نعم هو أكثر يعني أيوه هو دافعته للفوز أكثر طبعاً, ومحتاج أنه يهاجم. فأنا حلقة أنه في توازن دفاعي مع اقتناص فرص للهلال, في حين حلقة في يعني توجه هجومي للمريخ, لكن إذا ما عمل معه توازن دفاعي ممكن تسبب له مشكلة. الهلال يتفوق في حراسة المرمى حسب رأي المتابعين, الحارس أبو عشرين والحارس جمال سالم. المريخ ربما يعاني مشاكل في خط الظهر وبالطبع بالتأكيد في حراسة المرمى والمدافعين. هل هناك ممكن حاجة تأثر على نتيجة المباراة باعتبار أن المريخ ممكن يخسر؟ والله يا أخي زي ما قلت لك ما في يعني دائما مباراة الكلاسيكو أو الديربي لا تخضع للمقاييس. أحيانا في مباريات زي دي في المريخ الحارس يكون مثلا مستوى يعني متذبذب في الدوري, يتألق في مباراة زي هلال المريخ بتكون حافز له. وهو أحيانا الثقة برضو في الحارس أحيانا يعني زي ما يقولوا الثقة الزايدة بتعمل مشاكل, يعني زي ما شفنا في أبو عشرين وجمال سالم عملوا أخطاء كارثية في بداية الدوري. دائما عندهم مشاكل في الكرات العرضية. أتوقع أنه ما بتأثر الحاجات زي دي في مباراة هلال المريخ. بالتأكيد سننتظر يوم الأحد إن شاء الله لمتابعة هذه المباراة المهمة, قمة الكرة في السودان هلال المريخ. دائما المباراة تتابع من قاعدة عريضة جدا للجمهور السوداني العاشق المحب جدا لكرة القدم. هذه مباريات يعني أيام تكون الجماهير وقبل الجائحة الحضور الجماهيري يكون يعني حاجة لا يمكن تصورها. اندفاع تدافع ومباريات تلعب رغم تأخرنا كثير في كرة القدم, رغم العك رغم الميادين الضعيفة, لكن هي كرة القدم. هي ملتقى الهلال المريخ في أم درمان ربما كان تذكرني طرفة لأحد أعمامنا, كانت هناك مباراة في وقت واحد بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في الدوري الأوروبي وبين الهلال المريخ, فجلس يقول حتى لو لاعبين الدنيا نص الدنيا مع النقطة الصد الثانية خلونا في هلال مريخنا في غبارنا وفي أم درماننا. وحضرنا المباراة رغبة نزولا لرغبته, خلينا مانشستر وبايرن ميونخ وحضرنا مباراة الهلال والمريخ. طيب سنطلب الملف المحلي وننتقل مباشرة للدور الأمتع والأجمل والأكمل, الدور الجميل الدور المتابع من العرب الأمة العربية والجمهور السعودي بشكل محدد, دوري أو كأس دور الأمير محمد بن سلمان المحترفين. قبل أن نتحدث عن عودة الجماهير اليوم وقمة الهلال والأهلي نطلع نستمع إلى تقرير ونجي راجعين عشان نتكلم. الصور الأولى التي وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت أن الجمهور أصبح يتواجد الآن في محيط استاد الملز بالرياض لحضور قمة جولة 28 بين الأهلي
والهلال أو الهلال والأهلي. هيثم، السؤال اللي تطرح في نهاية التقرير، من سيصفر بالنادي؟ أنا بقول السؤال ليس كذلك، هل سيتم حسم رغبة الدوري السعودي اليوم؟ نتائج المباراة اليوم لغاية حتى زي ما أنت قلت الشباب متقدم، نعم، فمعناته لسه الحسم لو الشباب. نحن بنسأل الكنترول إنه يمدنا بالنتائج أول بأول الشباب والعين ومباراة هو تعطل الشباب هو المهم أكثر من تعطل الاتحاد، نعم، لأنه الشباب هو القريب شديد يعني. والله شوف الأهلي، نعم، الأهلي جاي من نكسات، لكن ريجي كام محاول إنه يطلع الفريق من وضعيته المزعجة في الفترة الفاتت. فأنا أعتقد المباراة ما سهل على الهلال، هتكون مباراة صعبة بالذات مع يعني هيكون في اندفاع هلالي من أجل حسم البطولة بدري، فده ممكن يحدث فيه يعني شوية خلل ممكن يستفيد منه الأهلي. أضف إلى ذلك عودة الجماهير، أنا أعتقد هترفع الروح المعنوية للفرق بقوة، يعني دائما اللاعب بيحتاج إنه الدافع بتاع الجماهير في التشجيع وكده، بالذات جمهور الأهلي ده جمهور يعني حتى الليلة هو حيكون أقل من جمهور الهلال، لكن برضو جمهور الأهلي بدي دافع يعني، لا جماهير جدة شوية عندها الوضع اللي بترفع فيه الروح المعنوية لفريق جمهور المنطقة العربية بالضبط. فأنا أعتقد المباراة ما سهلة، الهلال إذا تعثر الشباب ممكن الهلال حتى الآن حسب إفادة الكنترول الدقيقة 60 الشباب متقدم بهدفين، الشباب متقدم إذا الجولة ما بتتحسم لو الشباب تقدم. طيب أنا أكيد حتى لو الهلال فاز، حتى لو الهلال فاز يا مصعب، كابتن مصعب بارودي، الهلال يلعب مباراة هو يعني مضغوط شوية بحضور جماهيره بعد فترة طويلة، ثم المعادلة الثانية إنه الأهلي بيلعب بدون ضغوط، الأهلي يعني ما عنده حاجة مضغوطة يلعب عليها، هل هذه العوامل ممكن تأثر في نتيجة المباراة؟ اولا دائما مباريات الكلاسيكو دائما بتكون صعب التكهن فيها بالنتيجة، او صعب التكهن بالبحث شنو في المباراة، احيانا في تفاصيل يعني زي ما بقول مباريات الكلاسيكو بتلعب على تفاصيل صغيرة. الاهلي مما بدا الدور الثاني ما فاز الا المباراة اللي فاتت مع القادسية، من 9 مباريات الاهلي يا تعادل يا هزيمة. الهلال ماشي برتم متصاعد إلى أن تصدر الدوري وتشبث بصدارة وبقى فارق عن البقية بفارق 4 أو 6 نقاط، 4 نقاط عن الشباب. أنا أتوقع أن الدوري حسم للهلال، الشباب ما هيقدر ينافس، يعني كان فرصته أنه يعني كانك تقول الشباب فرط في الصدارة. أيوة الشباب فرط في الصدارة، الشباب كان متصدر بفارق 10 نقاط يعني أقرب منافسيه، يعني الأقرب منافسيه كان الأهلي والشباب. يعني جاء الدور الثاني الشباب مختلف تماما عن الشباب حق الدور الأول، مختلف تماما فنيا، مختلف نتائجيا، حتى مستويات اللعيبة تدنت. أنا يعني أنا ما أعرف المشكلة شنو في الشباب، يعني اللي خلت الشباب يوصل للمرحلة دي، هل هي مشكلة فنية ولا مشكلة إدارية؟ نعم عارفين. جميل هيثم، أثناء يعني بس هذه الحلقة ستكون هناك مباراة تجري أحداثها بين الهلال والأهلي، هل سؤال، هل يستحق الهلال لقب الدوري كأس دور الأمير محمد بن سلمان المحترفين؟ بالتأكيد بالتأكيد، ولو هو في يعني في عدم حالته الطبيعية، لكن يبقى الهلال هو الهلال، يعني فريق كبير، فريق بيسترجع يعني بيعمل استرجاع، حتى لو هو فريق بيظهر بصورة غير مرضية لجماهيره، لكن الهلال بيسترجع نفسه وبيدي نفسه الوضع اللي فعلا يستحق. لا الهلال يستحق يستحق. نعم الباطن والاتفاق، الباطن يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية ومتقدم، ما أعرف بالضبط النتيجة حاليا كم، لكن متقدم كان بهدف على الاتفاق. نعم الباطن بينافس على صراع الهبوط، يعني بيحاول يبعد اي نقطه بالنسبه له تكون ثمينه جدا، لانه بينافسوا على الهبوط 6 فرق، يعني غير العين الهبط اوريدي في باقي 6 فرق بتنافس على الهبوط، فاي نقطه تاخذها هي ثمينه بالنسبه لك في 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 الجولات الاخيره دي. بالتاكيد الدوري السعودي متعدد، الدوري السعودي اذا طلعنا العين اللي هو هبط رسميا، وربما الفتح اللي هو موقفه اصبح على انه حيلعب في اسيا لا حيهبط، بكل باقي الفرق يا صراع مقدمة يا صراع هبوط، يعني صحيح. في كل يعني تشوف المتعة هنا تكمن متعة الدوري السعودي. عودة الجماهير يا هيثم، عودة الجماهير طبعا رغم انها متأخرة يعني خلاص على نهاية الدوري، لكن زي ما شفت استاذ مصعب لمسنا تعطش الجماهير، يعني حتى التذاكر قفلت من امبارح، الهلال ما يعني الناس ما لاقي تذاكر،
وحاسس زي في التقرير يشوف الناس يعني متجمعة، فعودة الجماهير أكيد حتضفي حاجة كبيرة جدا على الدوري الأصلا جميل يعني. بدون الجماهير الناس مستمتعة بالدوري ومتابعاه بقوة، فحس يعني حتزداد متعة الدوري أكثر رغم أنه خلاص يعني على خواتيمه يعني. خواتيم. طيب جميل إن شاء الله. الدوري ربما تشابه يعني بنسبة كبيرة مصعب مع أحداث وتفاصيل الدوري الأسباني. صحيح. نعم. يعني تتخيل إنه ممكن يعني استلنا لحد اللحظة اللي إحنا قعدنا سجل فيها الحلقة ممكن ما في فريق ما عارفين البطل مين. ممكن عاد الهلال يخسر البطولة. صحيح. ممكن الاتحاد يجي يفوز بالبطولة. مع إنه شوف الهلال باقي له كورتين صعبات يعني، عنده كورة مع الأهلي، عنده كورة مع التعاون، عنده كورة مع الفيصلي. نعم. ممكن يخسر في مباراتين، يتوج الشباب، ممكن يتوج الاتحاد، ما معروف يعني. جميل. لسه. طيب يا مصعب. تعال الشباب أحرز الهدف الثالث. سنطوي الملف الدوري السعودي وننتقل مباشرة محطات الأوروبية، وبتأكيد اليوم كأس إيطاليا، نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا، مباراة منتظمة من القاعدة الرياضية، مباراة قوية. يوفنتوس يريد إنقاذ موسمه بعد 9 سنوات فقط الدوري الإيطالي، يريد أن يفوز على أتلانتا ويضمن أنه على الأقل يطلع من الموسم ببطولة. ايوه فعلا الموسم ده موسم يعني كارثي بالنسبه ليوفنتوس. نعم. خروج من دوري ابطال اوروبا خروج غير متوقع، حتى المنافسه على الدوري مما بدأت الجوله الثانيه ليوفنتوس في مستواه متدهور. نعم. الى ان وصل لمرحله عايز فيها مقعد بس لدوري ابطال اوروبا. يوفنتوس بعد 9 سنوات احتكار للدوري. السنة دي أول مرة يخسروا أمام الإنتر بعد ما كان هو استعادوا من الإنتر قبل 9 سنوات. يوفنتوس هو زي ما يقولوا محتاج الكاس إيطاليا ده بأي ثمن يعني، ما ممكن يطلع الموسم ده هو خالي الوفاض يعني، زي ما عود جماهيره كان يا الدوري يا الثنائية. فأتوقع إنه يوفنتوس ما هي فرط في المباراة في الكاس، مع إنه مباراة صعبة جدا أمام أتلانتا الفريق العنيد. تماما. أتلانتا فريق ليس بالصيد السهل يا هيثم، مباراة منتظرة. كيف ترى هذه المباراة؟ كويس اللي تحت لي الكلام عن أتلانتا. صراحة أتلانتا الموسم ده أنا أعتبره هو استكمال لمشروع غاسبريني المدرب بتاع أتلانتا من الموسم الماضي. نعم. اللي تأهل فيه لدوري الأبطال وخرج على يد باريس سان جيرمان تقريبا، صحيح؟ هاي زي كده بورتو أتوقع. لا الموسم اللي قبل فات. أيوة. طلع من دور 4 والموسم الفات طلع من برضو دور 8 من البي اس جي تقريبا. فغاسبريني عامل مشروع بتاع فريق رائع جدا جدا، حسه هو ثاني الدوري الايطالي. لو جينا قارنا الموسم ده في مبارياته ذهابا مع اليوفي 1-1، ايابا هو الغالب اليوفي 1-0. فانا اعتقد فريق ممتع جدا، عنده قوه هجوميه ضاربه بالثنائيه بتكر زاباتا والكولومبي زاباتا وموريل تقريبا. أيه. زاباتا وموريل دير ثنائي يعني هجومي ضارب، بيلعب بكره جماعيه جميله جدا. انا اعتقد ده فريق يستحق انه هو اللي ياخذ الكاس السنه دي، لانه زي ما قال كابتن مصعب أسوأ يعني أسوأ موسم لليوفي. تتوقع مين ياخذ اللقب؟ مباراة قوية طبعا، اليوفي فريق قوي، لكن انا ما بتوقع، انا اتمنى اتلانتا. اتمنى أتلانتا. مصعب ترشح مين؟ ارشح اليوفي لانه ما هيحاول يفرط في الكاس اليوفي. طيب اخر محاورنا نهائي كاس فرنسا بين موناكو وباريس سان جيرمان، استاد دو فرانس، اليوم الساعة 10:15 تماما يعني. طيب باريس سان جيرمان ايضا يحتاج، هو في المركز الثاني في الدوري، يحتاج انه ياخذ اللقب ياخذ البطوله عشان ينعش موسم. ايوه باريس سان جيرمان بعد الخروج الاوروبي يعني الغير متوقع يعني، كان مع السيتي كان يعني تقدم في مباراه الذهاب ب1-0 الشوط الاول، انقلبت عليه النتيجه في الشوط الثاني، خسر في مباراه الاياب. هيحاول انه يعوض محليا باي طريقه في ظل تصدر ليل للدوري الايطالي للدوري الفرنسي. هو الان حتى وصوله للنهائي نهائي كاس فرنسا كان بصعوبه بركلات الترجيح. هيحاول انه يظفر باللقب كاس فرنسا يعني زي ما يقولوا مبدئيا، الى ما يشوف موضوع الدوري الليل المتشبث من الدور الثاني ده. باريس فريق قوي، فريق مكتمل عناصريا، فريق فنيا ثقيل. موناكو نفس الحكايه، يمكن اقل درجه من باريس، لكن هو في المركز الثالث في الدوري. موناكو برضو فريق ما سهل. تاريخيا موناكو يتفوق على باريس في اللقاءات المباشره. جميل. انا اتوقع طيب. ان المباراه تكون صعبه. طيب جميل. انا هيثم، مباراه في اقل من دقيقه. نعم.
انا ما اعرف، افتكر في الاخبار انه نيمار يمكن ما يلعب، نعم ما متاكد فاذا ما يلعب فطبعا البي اس جي حيفقد قوه كبيره. اخر مباراه بالمناسبه موناكو البي اس جي في الدوري 2-0 لموناكو، موناكو مكتسح في قبل النهائي، فريق رغم انه من الدرجه الرابعه لكن اكتسحوا يعني 5-1. فباريس راجع من صدمه اوروبيه وبطريقه فعلا ممكن تدخل فيه اشكاليه نفسيه، فمباراه قويه جدا. باريس ياخذ حذره من المباراه باذن الله. المباراه ضمن منتظر القاعده الرياضيه العالميه لمتابعه هذه القمه بين موناكو وباريس في ستاد دو فرانس اليوم، نهائي كاس فرنسا، وفرنسا الايام هذه طبعا مرتبطه بوجدان الشعب السوداني بمؤتمر باريس. تماما وصلنا الى نهايه الحلقه، شكر يمتد لكل الذين تابعوني هذه تابعونا الى هذه اللحظه الى ختام البرنامج. شكري الى ضيفي داخل الاستوديو هيثم عربي، شكرا جزيلا لك. شكرا مصعب، وشكرا للفريق العامل على ما يتكبده من مشاق في الحلقه، شكرا للجمهور، وشكرا لصديقي واخي كابتن مصعب. مصعب شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عزيزا. شكرا لك استاذ مصعب، وشكرا لجماهير قناه السودانية 24، واشكر الكابتن سودان 24 والكابتن هيثم عربي، ونتمنى نكون قلنا خفيفين الحلقه باذن الله. شكري يمتد لكل طاقم العمل، مصورين في هندسه البث وهندسه الصوت، وكل الشباب الذين يقفون خلف برنامج كرتنا. التحيه الكبيره لمخرجنا المميز هشام يوسف، والى ان نلتقي في حلقه قادمه، الى اللقاء.